الإسلامي جميعا. شهر فضيل، شهر رمضان، شهر الخير. وأول ما نبدأ، أول ما نبدأ الكلام بنعزي إخواننا وأهلنا بسرمدة، الأطفال اليوم اللي قتلوا من وقع الجدار فوق، أطفال الروضة، بنعزيهم من قلب إدلب، من الشباب الموجودين السائرين. في عندي كلمة بس هيك حابب أحكيها، ما إنه شهر فضيل جاي مقبل على الأمة الإسلامية جميع. نحن دائما بالأشهر مثل هيك، شهر مثل هيك، أيام فضيلة نتقرب فيها إلى الله عز وجل. نحن نتقرب إلى الله قبل كل شيء لحبنا بالله عز وجل، وثاني شيء مشان الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه، يعني فرج عنا نرجع على بلادنا، نرجع سوريا الحرة وين ما كان. طبعا أنا سمعت كلمة من الشيخ الشعراوي رحمه الله، فبقول يعني وقت اللي بيكون الحاكم ماسك: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك؟ الله سبحانه وتعالى بيعطي الملك للإنسان. والآية الثانية قال: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فنحن بقربنا من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بخلصنا من هذا الخنزير بشار الأسد وروسيا وكل حلفائه. تكبير تكبير. طبعا بدأنا بخبر شوي هيك مثل ما بقولوا، الخبر كان صاعق علينا كلنا بالأطفال. نبدأ بخبر امبارح، كان خبر حلو، خبر الدبابي. فرحنا راح نبلش فيه. بداية كنا نقول بداية الثورة: من هابا الموت لا والله ما من هابا، من هابا الموت لا والله ما من هابا، يا محلى النوم على صوت الدبابة، ساحة من سبع بحرات.